الكرام، أهلا بكم في النشرة الجوية للملاحة وصيد البحري لهذا اليوم الأحد 11 ماي 2014. هذا الصباح وكما يبينه تسلسل صور القمر الاصطناعي التالي، كان الجو قليل السحب بأغلب السواحل. توقعاتنا الجوية صالحة لبقية هذا اليوم إن شاء الله، بعض السحب العابرة بكافة سواحلنا. بشمال هذا اليوم رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بين 10 و20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. على شرق تونس هذا اليوم تهب الريح إن شاء الله جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بين 10 و20 عقدة، تصل محليا إلى 25، فيكون البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. على خليج قابس هذا اليوم رياح جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة، تتقوى آخر النهار فتصبح بين 15 و20 مؤقتا 25، البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والرؤية بين 3 و7 أميال. بالنسبة لهذه الليلة يتواصل الطقس قليل السحب بكافة السواحل. بالشمال هذه الليلة رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بين 10 و20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. على شرق تونس هذه الليلة رياح جنوبية شرقية بين 10 و15 عقدة، البحر قليل الاضطراب أيضا. أما على خليج قابس فتهب الريح هذه الليلة جنوبية إلى جنوبية شرقية بين 15 و20، البحر قليل الاضطراب والرؤية تنخفض من 7 إلى 3 أميال. يوم غد إن شاء الله على السواحل الشمالية سحب قليلة، رياح من القطاع الشمالي بين 10 و20 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية بين 4 و8 أميال. بالنسبة ليوم غد إن شاء الله على السواحل الشرقية الشابة وجربة رياح من القطاع الجنوبي 10-20 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية بين 4 و8 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد وجزر. ميناء صفاقس 45 سنتيمتر على الساعة 8 مساء و23 دقيقة، متر و 44 سنتيمتر على الساعة 8 صباحا و18 دقيقة. ميناء قابس 51 سنتيمتر على الساعة 9 مساء و10 دقائق، متر و 75 سنتيمتر على الساعة 8 صباحا و23 دقيقة. ميناء جرجيس 29 سنتيمتر على الساعة 8 مساء و27 دقيقة، 83 سنتيمتر على الساعة 8 صباحا و30 دقيقة. في الختام، للحصول على أكثر معلومات الرجاء الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.